تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه ليسرنا كثيرا أن نكتب إلى جلالتكم معربين عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها عليكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والسعادة، كما ونود اغتنام مناسبة حلول الشهر الفضيل لنبتهل إلى الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على بلدنا مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والسؤدد والبركات، إنه سميع مجيب الدعاء. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي السرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1439 هجريا، مقدرين لسموكم هذه المشاعر النبيلة، دعينا الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ونعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب. حفظكم الله وأدام عليكم نعمة الصحة والسلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.